اعتقلت السلطات الليبية إمام مسجد يدعى أبو حفص، وبعد التحقيقات المطولة معه تبين أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، والمتهم يحمل لقبا مزيفا واسمه الحقيقي هو بنيامين إفرايم، ويخدم في فرقة المستعربين التابعة لجهاز الموساد المتخصص بالتجسس على الدول العربية والإسلامية. وقد أشارت السلطات الليبية إلى أن الجاسوس نجح في دخول تنظيم داعش الإرهابي وانتقل معهم إلى بنغازي، وهناك استطاع التغلغل في المجتمع وأصبح إماما لأحد المساجد. وكتبت صحيفة البايس الإسبانية أن الغريب في الأمر أن أبو حفص تطور بسرعة في مهماته من عنصر عادي إلى إمام مسجد إلى تكوين جماعة مسلحة داعشية مستقلة من 200 مقاتل، وظل يحاول اختراق الحدود مع مصر، بل وكانت جماعة أبو حفص من الجماعات الأكثر دموية في ليبيا، والتي هددت بنقل الحرب إلى الداخل المصري تحت شعار الحرب على مصر وتحريرها، بحسب الصحيفة الإسبانية.